بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي 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 ممسكا تلفا. هذه رسالة، عندنا كنز من الكنوز موجودة الآن في القرية، فهذه فرصة. فبعد إذنك يا عبد المجيد بتكلم بلسانك، هذه الفترة موجودة الآن، كنز من كنوز القرية موجودة الآن، اللي هو وقف سمو. فهذه رسالة لنا حنا وللناس اللي جالسة تتابعنا، أنه الأشخاص اللي مثلا عندهم وحاب أنه يتصدق لحفظة كتاب الله تعالى، فهذه رسالة موجهة لهم. أيا كان، بإمكانك تتصدق بريال واحد، تخيل هذا الريال إيش راح تستفيد منه في الآخرة وفي الدنيا، فهي راح تفيدك في دنيتك وراح تفيدك في آخرتك. تخيل الوقف هذا كم شخص راح يتعلم منه القرآن الكريم، كم اللي هو دروس تحفيظ القرآن راح يعلمونهم للطلاب للطالبات، فراح تفيد الكثير حتى بريال واحد. لو شخص الآن يتابعنا وحاب أنه يتصدق، فهذه رسالة موجهة لك وموجهة لجميع الناس اللي جالسة تشوفنا الآن. وقف سمو بحاجة لكم، وصدقني كل شخص هو اللي محتاج أنه يتصدق، والله هو اللي محتاج. في النهاية حنا اللي محتاجين نتصدق بهذا. فهذه رسالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أكيد فضل. ولك أجر اللي حفظ، واللي حفظ هذا إذا حفظ أحد لك أجره، وذاك اللي حفظ إذا صار إمام وسمعوه الناس لك أجرهم، جبال من الحسنات. اللهم لك الحمد. جزاك الله خير يا عمر، بيض الله وجهك. جزاك الله خير وياك حبيبي. لازم يصير فينا خير، لازم نبادر.